شوف هذا الساع، ثواني هسه اطلع لكم الصورة حتى اشرح لكم. هذا الدرس عنوانه مثل ما تشوفون how to make a question، كيفية عمل سؤال. احنا دائما نسمع انه من نسوي سؤال انه نقدم الفعل المساعد على الفاعل، هذه كلتنا نعرفها. من نسوي اي جملة اعتيادية، من اقول لك سويها ينطق بين قوسين، يقول لك سويها question، فنحن بكل بساطة اذا كان اكو فعل مساعد، هذا الفعل المساعد راح نخلينه في بداية الجملة ثم تكملة الجملة مثل ما هي. واذا ما كان اكو فعل مساعد فكنا ندخل do او does او did ونخليها في بداية الجملة ثم نكمل الجملة مثل ما هي، فتصبح الجملة استفهامية. ولكن هنا الفكرة شوية مختلفة، هنا شوية اصعب. ليش؟ لانه هنا راح ينطيك جملة، وبهاي الجملة يضع لك خط تحت كلمة معينة، ويطلب من عندك انه تسوي سؤال على هاي الكلمة تحديدا. يعني مثلا اعطيك مثال حتى بس يعني اوصل لكم الفكرة. يعني اقول مثلا مصطفى ذهب الى المدرسة، مصطفى ذهب الى المدرسة، وخلي خط تحت المدرسة او الى المدرسة، وقال لك سوي لي سؤال يكون الجواب مالته الى المدرسة، الجواب مالته هو المدرسة. فهنا المفروض شو تقول؟ تقول أين ذهب مصطفى؟ المفروض هكذا، يعني السؤال مالتك تقول أين ذهب مصطفى؟ فش راح يكون الجواب مالك؟ إلى المدرسة. فهاي الفكرة نفسها نحن راح نطبقها بالإنجليزي. ينطيك خط تحت كلمة معينة، فأول شيء لازم تشوف هاي الكلمة هي شنو؟ هل هي شيء غير عاقل؟ يعني شيء ما هو ما عاقل. فهنا اذا كان غير عاقل فاول ما تستخدم لازم تستخدم اداه الاستفهام what، فيقول تستخدم غالبا للسؤال عن اي شيء غير عاقل مثل الوقت، الهوايات، الاسماء، الافعال الى اخره، نستخدم معها what. الهو للسؤال عن العاقل، يعني اذا كان الخط بالجمله الخط تحت شخص عاقل، يعني تحت اسم خالد، تحت علي، تحت ماي فاذر، ماي ماذر، ايا كان عاقل. هنا لما من تريد تسوي سؤال لازم اول ما تبدي بكلمة هو، تبدي بكلمة هو. الوير للسؤال، نحن نعرف الوير للسؤال عن المكان، الوير للسؤال عن المكان، يعني مثل ما اعطيتكم مثال هسه قبل شوية للمدرسة، اذا كان خط تحت كلمة مدرسة هنا المدرسة اسم مكان، فلازم يكون السؤال مالتي وير. فأنا حتى ذكرت بالعربي قلت أين ذهب، أين معناته وير، أين ذهب مصطفى أو أين ذهب أحمد. الوين للسؤال عن الزمان، للسؤال عن الزمان. يعني هنا أكو بعض الطلاب يجوز يقول أستاذ ما أنت هنا كتبت عن الوقت وهنا كتبت عن الزمان، والوقت التنمية ما نفس الشيء؟ لا، هنا الوقت هنا أقصد به يعني الساعة، يعني ساعة شقد. أقول لك مثلا what is the time، كم هو الوقت، يعني كم هي الساعة، يعني هنا جاي يقصد الساعة، بس مو جاي يقصد يعني الوقت بصورة عامة. يعني مثلا قال لك ذهبت إلى يعني على سبيل المثال قال لك ذهبت إلى المنتزه البارحة، وخلي خط تحت البارحة. هنا ما استخدم وات، أكيد ما استخدم وات، لأنه هنا هذا أتكلم على شيء له علاقة بالزمن بصورة عامة، مو له علاقة بالساعة، يعني ساعة شقد، يعني مو جاي يسألك ساعة شقد، لا. هنا هذا قال لك متى ذهبت إلى، متى، شوف هنا جاي يتكلم إيش، متى ذهبت إلى على سبيل المثال الى منتزه، او متى ذهبت الى المول، او متى ذهبت الى المدرسه. فهنا راح استخدم وين، استخدم وين. بالنسبه للهاو هي تستخدم عن الكيفيه، هاو عن الكيفيه، وغالبا هاي تستخدم مع من، مع ظروف الحال، غالبا مع ظروف الحال اذا تتذكروها اللي بيها ال واي، ظروف الحال اللي ينضاف لها ال واي، مثل على سبيل المثال مثل كويك كويكلي، slow slowly، مثل good تصير well. إذا كان الخط تحت slowly، تحت quickly، تحت well، هاي ظروف الحال. فلما أجي أسأل المفروض أسأل بكلمة how، كيف، how. عندك ال why، ال why معناته بسبب، للسؤال عن السبب. هنا معناها للسؤال عن السبب، وطبعا استخدامه يمكن ما موجود عندكم بالأول للأمانة، يعني بالتمارين بالهذا ما موجودة يتصور ال why، بس هي تستخدم لإعطاء السبب، وعادة الجواب مالته يكون because، يعني الجواب مالته يبدأ بكلمة because.
الويتش ايضا ما مهمة، ما مهمة ايضا. ليش؟ لانه هي تشبه ايش؟ تشبه كلمة وات، بس اختلاف عن الوات انه الويتش تستخدم لما يكون عندك اختيارات، لما يكون عندك اختيارات بين شيئين بين شخصين، فهنا تستخدم ويتش ما تستخدم وات. الوات خلينا نقول تكون عامة، بينما الويتش تكون خاصة. ويتش تكون خاصة. اخر واحدة عندك الهاو اوفن. هاو اوفن كم مرة، للتكرار، تستخدم للتكرار، وهاي عادة خاصة تجي مع ايش؟ تجي مع ظروف التكرار مثل always, usually, sometimes, never، هاي ظروف التكرار. حتى في بعض الأحيان نقول مثلا three times ثلاث مرات، أو two times، ومرات تستخدم كلمة twice مرتين. فهاي ظروف التكرار، أي شيء له علاقة بالتكرار هاي نستخدم معها لما يكون الخط تحت أسأل بها عن طريق كلمة how often، عن طريق كلمة هاو اوفن. طبعا اكو بعض يعني اكو اخرى، يعني خاصة كلمة هاو تجي مع كثير كلمات مثل هاو اولد للسؤال عن العمر، مثل هاو ماني للسؤال عن العدد، هاو ماتش للسؤال عن الغير معدود، وهكذا. فالهاو تجي مع كثير من الكلمات، الهاو تجي مع الكثير من الكلمات. زين، فانت اول ما تبدي، يعني انت اليوم من يجيك بالامتحان سؤال وتشوف الكلمة اللي تحت خط شنو، يعني هل هي اسم مكان؟ هل هي اسم زمان؟ هل هي اسم شخص عاقل؟ هل هي غير عاقل؟ هل هي تكرار؟ هل هي كيفية؟ يعني ظرف حال؟ شنو هي؟ حتى أول ما تبدي، لأن أنت أول خطوة لازم تسويها من تكون سؤال، لازم تستخدم أحد أدوات الاستفهام اللي هي موجودة أمامك. وأنت شلون تستخدمها؟ أو أي ماي وحدة صحيحة؟ تعتمد على الكلمة اللي تحت خط. فإذا كانت الكلمة اللي تحت خط مثلاً yesterday، شيء له علاقة بالوقت، فالمفروض يعني أول ما تبدي بكلمة وين. لو كان الكلمة اللي تحت خط هي مثلا my uncle، عمي، فهنا المفروض السؤال مالتك يبدأ بهو. لو كان الكلمة اللي تحت خط مثلا English على سبيل المثال، أو Arabic، أو Physics، أو Biology، فهنا طبعا سؤالك لازم يبدأ بإيش؟ لازم يبدأ بوات، لأن هنا شيء غير عاقل وعيتكلم بصورة عن الهوايات، يجوز عن درسك المفضل، عن إلى آخره، وهكذا. فالأول خطوة لازم تعرف شنو الكلمة اللي تحت خط، شنو هي؟ اسم، هل هي اسم مكان، اسم زمان، اسم شخص، عاقل، غير عاقل، تكرار، إلى آخره. هاي لازم تعرفوها حتى تعرف شو تختار من هاي الأدوات. شوف يعني شوف هاي القاعدة وهذا التركيب اللي هو المفروض تستخدمونه. هذا الترتيب، أول شيء لازم تخلون أداة سؤال، أول فقرة لازم تسووها تخلون أداة السؤال اللي نقدتوه قبل شوية. بعدها تخلي فعل مساعد مناسب، فعل مساعد مناسب. زين، الجملة إذا كان بيها فعل مساعد، يعني هي الجملة اللي أمامك اللي جدتك بالامتحان، إذا كان بيها فعل مساعد فاستخدمه نفسه. يعني شلون؟ شوف هاي الجملة، علي is my friend، علي is my friend، جملة بسيطة، ما يعني حتى كلماتها قليلة، ثلاث أو أربع كلمات. الخط تحت my friend، علي is my friend، الخط تحت صديقي، علي صديقي والخط تحت صديقي. إذن المفروض أني من أسوي سؤال لازم أقول منو علي؟ أو من هو علي؟ فيكون الجواب مالتي my friend، صديقي. اتذكروا دائما الكلمة اللي تحت خط أبد أبد ما تكتبوها بالسؤال أبد، يعني دير بالك انتوا غلطون هاي الغلطة، لأنه الكلمة اللي تحت خط هي المفروض تكون الجواب للسؤال اللي انت راح تسويه. فإذا كان السؤال انت سويت سؤال وشفت انه الجواب مالته هي الكلمة اللي تحت خط، فمعناته انت جواب سؤالك مضبوط. إذا حسيت انه اكو خلل، إذا حسيت انه كلمة من اللي تحت خط موجودة بالسؤال مالك، فأعرف أنه أكو خلل، أكو خطأ، لأنه ما يصير أكتب الكلمة اللي تحت خط بالسؤال مالي أبد، لأنه هذه المفروض أنا عاد أسوي عليها سؤال، المفروض أنا ألغيها، لأنه أنا عاد أسوي عليها سؤال حتى أنت من الجواب تذكر لها الكلمة. فعلي is my friend، علي صديقي. من أريد أسوي سؤال لازم أقول من هو علي؟ من هو علي؟ طبعا الجواب مالي إيش راح يكون؟ صديقي، صديق اللي هي بالانجليزي my friend. فأول نقطة قلنا نستخدم أداة استفهام مناسبة، بما أنه كلمة my friend هي عاقل، صديقي عاقل، فراح استخدم كلمة who،
راح استخدم كلمة هو للعاقل. النقطة الثانية يقول استخدام فعل مساعد مناسب. هنا بالجملة الأصلية عندي فعل مساعد is، استخدمه نفسه فأقول هو is، هو is. بعدها يقول الشيء أو الشخص المقصود، يعني هنا نقصد منه، يعني نقصد بينه الفاعل، الفاعل اللي هو بالبداية أخلينه بعد الفعل المساعد. فصار عندي هو إز علي، طبعا هنا فعل رئيسي ما عندي باقي النقطة الأولى، ولا عندي حرف جر ماكو، فإذا خلاص خلصت الجملة. فشوف هنا السؤال هو إز علي، من هو علي؟ طبعا الجواب مالته شنو؟ الكلمة اللي تحت خط ماي فريند، ماي فريند. فصار عندك إيش؟ صار عندك سؤال. نجي على الجملة الثانية، يقول I play football، أنا ألعب كرة قدم every day، كل يوم. I play football every day، كل يوم. زين، الفوتبول تحت خط، الفوتبول غير عاقل. زين بالغير العاقل شو استخدم؟ المفروض استخدم كلمة what، وهذه موجودة بالجدول فوق عندكم، مكتوب لغير العاقل استخدم كلمة what. أكو فعل مساعد بالجملة الأصلية؟ لا، فعل مساعد ماكو، فعل مساعد ماكو. من عندك جملة ما بيها فعل مساعد، ونحن دائما كنا نقولها إذا الجملة لا تحتوي على فعل مساعد وطلب من عندك نفي أو استفهام، نستخدم الفعل المساعد do، do أو does أو did، do أو does أو did. هنا طبعا نعتمد على زمن الجملة أكيد، طبعا هنا الجملة الأصلية هي أصلا مضارع، فأكيد راح استخدم يا do يا does، يا do يا does، لأن الجملة مضارع. هنا راح استخدم do، ليش؟ لأن الفاعل مالتي I، الاي تاخذ دو. طبعا انتم اوتوماتيكيا تعرفون انه الاي تتحول الى يو، فتصير وات دو يو، وات دو يو. بعد اليو الفعل الرئيسي انوجد، من الفعل الرئيسي بلاي، يعني بلاي. حرف الجر ماكو، ما عندي بهاي الجمله حرف جر، ايش بقى عندي؟ بقى عندي افري داي، افري داي تنزل مثل ما هي، فتصير الجمله او السؤال وات دو يو بلاي افري داي، ما الذي تلعبه كل يوم؟ الجواب طبعا الكلمه اللي تحت خط فوتبول، فوتبول. السؤال الثالث يقول she studies English، هي تدرس الإنجليزية. she studies English، الخط تحت كلمة English، English غير عاقل، فأستخدم معها what، what. بعد الوات راح أستخدم does، ليش does؟ أول شيء لأنه الفاعل مالتي she، ثاني شيء الفعل الرئيسي مالتي بينه وبين الشخص الثالث، فأكيد راح أستخدم does. فأقول what does، what does she، what does she study. طبعا لاحظون انه study رجعت الى حالة المصدر، ليش؟ لانه does سحبت من عندها الاضافات، سحبت من عندها الاضافات. الجملة الاخيرة اذا تنتبهون جملة ماضي، فيقول we visited my uncle، نحن زرنا عمي last night، الليلة الماضية. we visited my uncle last night، الخط تحت last night، last night معناته الليلة الماضية، last night معناته زمن، فهنا لازم استخدم كلمة when، أداة الاستفهام when. بعد ال when استخدمت did، ليش did؟ لأنه أول شيء ما عندي فعل مساعد، ثاني شيء الفعل الرئيسي مالتي ماضي، فلازم استخدم did، لأنه هنا قلنا بكل الأحوال نحن عندنا do، بس الدو يسحب إضافات من الفعل الرئيسي، بما أن الفعل الرئيسي بينه ويدي فالدو راح تتحول إلى did، فراح تصير when did you. طبعا ال we أيضا تتحول إلى you، الوي تتحول الى يو، الاي والوي تتحول الى يو. فنقول وين ديد يو فيزيت، الفيزيتد صارت فيزيت، يور انكل، الماي صارت يور، يعني كل شيء خصني انا تتحول الى يو، يعني الاي والوي تتحول الى ايش؟ تتحول الى يو، والماي والاور، ماي مالتي، اور مالتنا، تتحول الى يور، يور. هاي تذكروها لانه هاي تحويل الضمائر مهمه ايضا، خصوصا بالاي والوي، الاي والوي، وهاي طبعا بالنسبه لضمائر الفاعل، اي انا وي نحن. من تسوي سؤال تحولها الى ايش؟ تحولها الى يو، اثنيناتهم تحولهم الى يو. بالنسبه لصفات التملك عندك الماي يعني شيء مالتي انا، مالتي، وعندك الاور يعني مالتنا، هذول اثنيناتهم الماي والاور تتحول الى يور، يور تتحول الى يور. فصار عندك جملة استفهامية، فصار عندك جملة استفهامية. فشفتم انه بالامتحان نفس الفكرة راح يعطيكم بالامتحان،
ينطيكم جمل معينة، يخلي لك خط تحت أحد هذه الجمل أو أحد هذه الكلمات عفوا، فأنت المطلوب تعرف هاي الكلمة شنو. يعني أنا من جيت على الجملة الأولى شفت أنه كلمة ماي فريند هي لشخص عاقل، ولهذا السبب استخدمت كلمة هو. من جيت على الجملة الثانية والثالثة شفت أنه كلمة فوتبول وكلمة إنجليش هي شيء غير عاقل، فاستخدمنا وات، استخدمنا وات لأنه غير عاقل. وبعدها نحن مثل ما قلنا بعد الوات نخلي فعل مساعد، يعني هذا بس تحفظون هذا الترتيب. اي هذا الترتيب مهم جدا، هاي القاعدة هاي بس تحفظها خلاص. أداة السؤال تعتمد على الكلمة اللي تحت خط، بعدها فعل مساعد، الفعل المساعد إذا كان موجود، الفعل المساعد إذا كان موجود استخدمه نفسه، إذا كان ما موجود فأدخل دو، والدو مثل ما قلنا يعتمد على الفعل الرئيسي، إذا كان مصدر فراح يبقى دو، إذا كان بين يؤسس الشخص الثالث راح يصير داز، وإذا كان ماضي فراح يصير ديت. وبكل الأحوال إذا أنتم استخدمتم دو أو داز أو ديت، الفعل الرئيسي لازم يتحول إلى حالة المجردة، إلى الحالة المجردة يعني لحالة المصدر بدون أي إضافات، لأن الدو تسحب منه الإضافات. زين، استخدمنا أداة استفهام، استخدمنا فعل مساعد الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة جيب الفاعل. الخطوة الثالثة جيب الفاعل اللي هو موجود بالبداية، كان يعني المفروض هو أول كلمة أجيبه بالبداية. قلنا بس ملاحظة بالنسبة للفاعل، إذا كان الفاعل I أو وي يتحول إلى يو، I أو وي يتحول إلى يو. خلصنا من الفاعل، جيب الفعل الرئيسي، جيب الفعل الرئيسي خلينه بعد الفاعل. بعدها يقول لك إذا تكملة الجملة تنزلها مثل ما هي، أكو حرف جر ما هتنزله، ماكو حرف جر خلاص انتهى الموضوع. يعني مقصد الكلام أنه تكملة الجملة تنزل مثل ما هي. فأنت عندك أربع خطوات: أداة استفهام، فعل مساعد، الفاعل، ثم الفعل الرئيسي. هذول أربع خطوات لازم تضبطوهم ويصير عندك كيفية تكوين سؤال. هذا الكلام اللي أنا ذكرته هسه وشرحته كله أخاف تنساه، أخاف أنت مثلا في يوم ولو هي المحاضرة مسجلة موجود، مع ذلك موجود نصا أمامكم، نصا موجود أمامكم هذه الكتابة. يعني نحن عدنا أربع جمل أو الخطوات مالتها والتحويل مالتها كله موجود أمامكم بهذه التعليمات وبهذه الخطوات نصا كله مكتوب. نجي على الأمثلة الامتحانية آخر شيء. شوف يقول I drink tea every day، أنا أشرب الشاي كل يوم. الخط تحت كل يوم، كل يوم تفيد التكرار، فلما أجي أسأل عن كلمة every day راح أستخدم how often. how often كم مرة، how often ماكو فعل مساعد فراح أستخدم do. ليش do؟ لأنه أول شيء الفعل الرئيسي مالتي مصدر فلازم أستخدم do. الآي قلنا تتحول إلى you فتصير how often do you، الفعل الرئيسي drink، ثم الفاعل يعني التي تنزل مثل ما هي تكملة الجملة. How often do you drink tea؟ يعني كم مرة تشرب الشاي؟ طبعا الجواب مالتي راح يكون every day، كل يوم. هنا هدى loves watching Arabic films، هدى loves watching Arabic films. هنا اكو ملاحظة مهمة يجوز ما ذكرناها، ما انذكرت بالبداية. احنا قلنا الهو للسؤال عن الفاعل، الهو للسؤال عن الفاعل. إذا كان الخط جاكم بالامتحان سؤال مثل النقطة الثانية، إذا كان الخط تحت أول كلمة يعني من يكون الفاعل بالبداية، يعني اسم عاقل، لما نقول عاقل يعني أقصد مرات أنا دائما أقول فاعل بس أنا قصدي الاسم العاقل. إذا كان الاسم العاقل هو الفاعل الجملة يعني موجود بالبداية، أنت كده راح تستخدمه. بس بالحل شغلتك سهلي، بس تعوض كلمة يعني الفاعل نفسه هذه هدى راح تعوضها بكلمة هو بس، وكل شيء ما تسوي بعد، يعني ما يحتاج تجيب فعل مساعد وكذا وما أعرف شنو، ما يحتاج، هاي كلها ما تحتاج. هاي أيمتي؟ إذا كان الاسم العاقل فاعل، إذا كان الاسم يعني ركز معي بس يعني حتى تفهم يعني شنو يعني اسم العاقل فاعل. يعني هنا نعرف إنه ممكن مرات المفعول به أيضا يكون اسم، فإذا كان الخط تحت المفعول به لا، هاي الشيء يعني هاي الشغلة تختلف. مثل ما أخذنا قبل شوية مال علي is my friend والخط تحت كلمة my friend، هي صح عاقل بس مو تحت علي، يعني صح لو كان الخط تحت علي كان اختلف السؤال، كان بس شلنا علي وخلينا هو بمكانه، كان قلنا هو is your friend، من هو صديقك، بدون أي تغيير بس مجرد نشيل علي ونخلي بمكانه هو. ليش؟ لأنه علي أول كلمة
فمن يكون اسم العاقل أول كلمة بالسؤال وهو تحته خط، فكل شيء ما تغير، كل شيء لا تحول، بس شيل هذا الاسم، خلي بمكانه، نزل كلمة هو وبس، لا تغيير لا تحوير لا تبديل أبد. اللهم إذا كان عندك بس ضمائر غيره، يعني الماي تتحول إلى يور أو الأور إلى يور، بس هذا كل شيء. النقطة الثالثة يقول she cleaned the room very well، هي نظفت الغرفة بصورة جيدة جدا. very well هذا طبعا ظرف حال، يعني هنا المفروض استخدم ايش؟ المفروض استخدم كلمة how، كيف، how، لأنه ايش؟ لأنه عندي كلمة well ظرف الحال. how did، ليش did؟ لأنه ما عندي فعل مساعد والفعل الرئيسي ماضي. how did، بعد did خلينا الفاعل she، بعد الفعل الرئيسي صار clean لأنه مصدر، يرجع مصدر. how did she clean، ثم تكمل الجملة the room. طبعا الجواب يعني هو يسأل يقول لك كيف نظفت الغرفة، الجواب very well، يعني بصورة جيدة جدا. النقطة الرابعة يقول I paid، أنا دفعت 10 millions to buy this car، دفعت 10 ملايين لشراء هذه السيارة. الخط تحت منه، تحت 10 millions، 10 millions يعني هنا يعني وكأنما السعر، فهنا راح نقول شنو، how much، كم السعر أو كم النقود. How much did you pay؟ did لأنه paid ماضي، الآي تحولت إلى يو والpaid رجعت مصدر، pay to buy this car، تكملة الجملة تنزل مثل ما هي. كم المال الذي دفعته لشراء هذه السيارة؟ طبعا الجواب ما راح يكون 10 millions. النقطة الخامسة يقول I was bored، كنت أشعر بالملل، so ولذلك I went to the gym with my friends، ولذلك ذهبت إلى الصالة الرياضية والقاعة الرياضية مع أصدقائي. الخط تحت القاعة الرياضية، فأكيد راح أستخدم where، فراح أقول where did you go with your friends، إلى أين ذهبت مع أصدقائك. where did you، الآي تحولت إلى you والماي مثل ما قلنا تتحول إلى your. النقطة السادسة my favorite hobbies are، هواياتي المفضلة هي skiing، skiing يعني التزلج، and swimming والسباحة. skiing و swimming اثنيناتهم غير عاقل، فأكيد راح استخدم what. what are، شوف هنا ما استخدمنا do و does و did، ليش؟ لأنه الار موجودة أصلا يعني فنزلناها نفسها. where are، أو العفو what are your favorite hobbies، what are الماي تحولت إلى your favorite hobbies، يعني ما هي هواياتك المفضلة؟ الجواب الكلمات اللي تحت خط skiing and swimming. النقطة السابعة والأخيرة يقول I am afraid of dogs، أنا أخاف من الكلاب، عفوا الخط تحت كلاب، الكلاب غير عاقل، فأكيد راح نقول what، what، what are you. شوف هنا الآم تحولت إلى are، ليش؟ لأن الآي حولناها إلى you، يعني ما منطق أقول what am you، لأن احنا قلنا الآي تتحول إلى you، فاليوم ما تاخذ ام، تاخذ ار، فنحول الام ايضا الى ار، يعني شويه هنا صار بيها تغيير مركب. ليش؟ لانه بسبب الفاعل، بسبب الفاعل الاي، نحن نعرف انه حصريا تاخذ ام، بس الاي يعني بس الاي تاخذ ام، اما اليو فلازم تاخذ ار. فاخذنا اخو الام، منو اخونه؟ الزو ار، منو يرهم مع اليو؟ الار، فخلينا الار بمكان الام. فيقول له what are you afraid of، من ماذا تخاف؟ What are you afraid of؟ مما تخاف؟ أكيد الجواب راح يكون بين قوسين dogs، الكلاب، dogs، الكلاب. إلى هنا طبعا انتهينا من هذا الدرس، انتهينا من الدرس التكوين السؤال.